لو بطولة افريقيا كملت والموسم الجديد اتضح انت، لو ما اتضحش وهو حس ان الكرة هنا ممكن تتأخر شوية وهترجع في حتة تانية هيمشي. خالد مرتجي قال ان هو هيملي سنتين خلاص، يعني ده اتفاق الراجل معاهم قبل ما يسافر، بس ولكن برضه لسه الراجل ما حسبش موقفه بدين وما مضاش، فاعتقد لسه فايلر برضه ان كانت الموافقه مبدئيه ولكنها مش نهائيه.